بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا كيف نسير في الطريق إلى الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في هذه الحلقة لنستأنف السير في الطريق إلى الله، ونتحدث في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين عن الثقة باعتبارها من منازل السائرين في الطريق إلى الله. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بالأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. مولانا أهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. مولانا، في هذه الحلقة ربما تكون الأمور مليئة وأسئلة كثيرة ومقارنات، وأنت ذكرت منذ حلقات أننا مهزومون حضاريا ونحن مهزومون بالغرب، بمعنى أن نضع نموذج الغرب قدامنا. الغرب الذي آمن بنفسه وآمن بالعلم فقط وتزحزحت ثقته بالخالق وآمن بنفسه، ونحن لدينا ما يعزز هذه الثقة بالله لتنعكس في نفوسنا. في البداية لكي نبدأ هذا المشوار ونجيب على كل هذه التساؤلات، مفهوم الثقة بالله ماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وأوحينا إلى أم موسى. الله، لولا ثقتها بالله تعالى ما ألقت وليدها في اليم في البحر. ولولا أن الله تعالى وهبها هذه الثقة ما ألقته. ما الذي جعلها تلقي بوليدها في البحر؟ الثقة. والثقة كما قالوا هي روح كثير من المقامات، زي الروح بالنسبة للبدن. لولا الثقة ما كان توكل. نتكلمنا في مقام التوكل، ايه اللي يخليك توكل الامر لله وتعتمد عليه؟ الثقة بالله تعالى. لولا الثقة بالله تعالى ما فوضت الامر اليه، التفويض خروج من الحول والقوة. لولا ثقتك بالله تعالى ما فوضت اليه الامر. لولا ثقتك بالله تعالى ما سلمت له. انت بتسلم تسليم. لولا ثقتك ما رضيت. يبقى الثقة، فما هي الثقة كما تفضلت سألتك؟ الثقة ابن مولانا الإمام الهروي يقول هي سواد عين التوكل، يعني كأن التوكل ده عين اللي سواد والسواد بتاعه هو سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض. التفويض الدائرة، المحور والمركز، النقطة بتاعته الأساسية الثقة. وسويداء عين القلب، يعني القلب اللي هو الايه المركز بتاعه. ليه؟ لأن التسليم في الحقيقة علم يقين بأنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله تعالى غير ما أراد. تعلم يقينا أنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله تعالى غير ما أراد، وتعاين هذا اليقين بأنوار صفات الحق، ثم تشهد حقيقة هذا اليقين في الأزل، فترى أن كل ما يحدث ويجري في الخلق ليس إلا صور لعلم الله تعالى في الحقيقة، لمرادات الله في خلقه. مرادات الله في خلقه، يعني هو شاهد الحقيقة، شاهد الأزل تجلى سبحانه وتعالى. يشهد الإنسان الأزل، تجليات الحق في الأزل، فيشهد فيها إيه؟ أن ما يجري على الخلائق ليس إلا صور ما في علم الله تعالى على الحقيقة. فهنا يتصل الغيب بالشهادة، والحكمة بالقدرة، والأسباب بالمسبب، فيرى الحقيقة فيثق، فيتحقق أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأنه شاف.
ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هو شاف الحقيقة دي، فالأمر ما تغيرش. أنا بالنسبة لي عشان مش شايف الحقيقة فبثق في السبب، هو وثق في مسبب الأسباب لأنه اطلع على الحقيقة فوثق بالحقيقة. أنا لم أطلع على الحقيقة فأثق بالسبب. على قدر حجابي عن الحقيقة تكون ثقتي في الأسباب. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو شاف المكتوب فاطمأن. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عشان كده ابن عطاء الله رضي الله عنه يقول: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. يعني اللي موجود ده هو ده مراد الحق. ما يعنيش هذا ان انا ما تفاعلش مع الاسباب، لا انا بتفاعل معها بس بقلبي وايمانا بالقدرة وبالمكتوب، ان انا اؤمن هو ده لا يمكن ان يحدث في ملكي غير ما اراد. هل يمكن يحدث غصب عنه؟ ابدا جل وعلا. اذن هو لا يرضى بباطل سبحانه وتعالى، لكن خلق الحق والباطل، خلق الخير والشر، خلق كل شيء، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن هو لم يرضى إلا بالخير ولا يرضى إلا بالحق، ولكنه بحكمته خلق الخير والشر وخلق الحق والباطل. فعندما يرى الإنسان بعين الأزل يرى تجلياته يقوم يؤمن فيثق. فده يعني واحنا بنتكلم مولانا حينما نفهم هذه الحقيقة ونستوعبها، ألا يعني كده أننا بنتحرر من فكرة الخوف من الناس والخوف من ذي سلطة والخوف من ذي قوة؟ أنا واثق في ربي فبأسلم نفسي إلى حالة من النعم الكبرى. نعم. اللي بيسموها الرضا، إن ربنا بيخليني راضي عن حالي. نعم، هذه ما في درجة من درجات الثقة بالله تعالى، أنه يصل لما بيعاين بعين الحقيقة ذلك فيرضى. طبعا يكون الرضا، فهو لا يخاف من الباطل. أيوة. أيا كان صوره، لأن لما أنا أكون بتقي الله أنا أخاف من الناس تقوى لله، لأن عشان يكون أخاف من سيادتك بحق، لما يكون في عندك حق فأنا أخاف تقوى لله، لكن لا أخاف من باطل، أنا أخاف من الحق اتقاء لله، اتقاء أننا اتقاء سخط الله. فمش معنى أن أنا يبقى عندي الثقة بالله تعالى أن أنا أخوض في الناس أو لا، أنا أخاف من الناس وأعمل حساب لكل شيء كتقوى لله، لكن لما يكون ده مظهر للباطل أنا لا أخاف منه لثقة بالله تعالى. فهنا في درجات السلوك، إذا وثق العبد أنه لا يمكن أن يحدث في ملك الله غير ما أراد، وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأنه لا سبيل إلى تغيير حكمه، فيأمن الإنسان من فوات المقدور. خلاص هو دي قدرة، يبقى عنده أمن خلاص، هو دي حالة الأمن والسلام. أيوة. النفسي مش حيفوتك المكتوب لك، حيكون. هقول لك على حكاية للشيخ عليش، وقال فيها قصيدة جميلة. الشيخ عليش طبعا هو أحد أعمدة الفقه المالكي، وكان أشعري وصوفي أكبري، تعبيرات يفهمها أهل العلم في الأزهر، يعني في أشعري في العقيدة وصوفي في الطريق وأهل السنة والجماعة، وعلامة في الفقه، أحد أعمدة الفقه المالكي، أحد الأكابر. وفي ذات الوقت هو كان شيخ أحمد عرابي. فلما قام أحمد عرابي بالثورة العرابية، أحمد عرابي كان أزهري
هذا الضابط بتاع الجيش كان أزهري 1881 عشان يبقى عارفين برضو التواريخ. أيوة. ودخل السجن فخدوا الشيخ عليش أيضا دخل السجن معه. فالشيخ عليش كتب قصيدة فيها الثقة، بقول إيه؟ إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون، لا يضيق صدرك فالحادث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. شاف القدرة، الله المقدر والعالم شؤون، أحداث بقى ولله في خلقه شؤون، هو شاف القدرة. فبالتالي احنا قلنا ايه، لما بيطلع على الحقيقة فيقوم ايه يصل ايه الحكمة بالقدرة والشهادة بالغيب بالشهادة والأسباب بالمسببات. فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من يراك. هو شهد مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمرك واحسن في الظنون. نحن والخلائق كلنا عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد، همك واغتمامك ويحك لا يفيد، القضاء تحتم فالزم السكون. لزم السكون تحت مجاري القدرة. ليه؟ لأنه وثق شاف فنجم عن هذا الثقة فلزم. قد فرض تعالى للرزق القيام في كتاب منزل نور للأنام إلى آخر ما قال. ففي النهاية قال فاشتغل بربك والذي عليك، قد فرض الحقيقة. أيوة. والشرع المصون اللي هي إيه الحكمة، الحقيقة قدرة اللي هو شافها، والشرع حكمة فيقوم يدي دي حقها ودي حقها. لكن إيه الفرق بينه وبيني؟ إنه شاف دي وشاف دي في ذات الوقت فاطلع فوصل الدي بدي، وصل الحكمة بالقدرة والشهادة بالغيب والسبب بالمسبب فاسترح، أخذ بالسبب وآمن وآمن بالمشاهدة، بس مشاهدة ويقينا، فنال الرضا استريح. أيوة. لما يكون أقل شوية من هذا يقوم يظفر بالصبر، أقل شوية من الرضا. ظلف الصبر يعني إيه؟ إنه يظفر بالصبر ده يعني إيه؟ يعني هو طهر النفس من الخوف، من القلق. صحيح. من الجزع. صحيح. ما عادش فيه جزع، مش قلقان لأنه شاف وثق. فتطهرت النفس من الجزع، من القلق، من الخوف، فاطمأنت فآمنت فتصبر. لكن الرضا بتبقى أعلى كمان، لأنه حقيقة الثقة خلاته يرضى تماما بكل ما رآه، لأنه درجته اعلى في الرؤيه. ويمكن كان جانا سؤال في الحلقات الماضيه حول كيف نترك الجزع. نعم. احد المشاهدين الافاضل كانت بتقول انا، او احد المشاهدين، انا دايما في حاله جزع، خايف على ابني، خايف على النتائج دايما اول باول، يعني ما دمنا بناخد بالاسباب. قل لا يصيبنا الا ما كتب. شوف المكتوب. أيوة. هيحصل ايه؟ بس استاذ محمد من القاهره ناخده ونرجع لتكمله هذا المشوار النوراني وهذه المسيره في هذا الطريق الى الله. معي الاستاذ محمد من القاهره. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. انا عاوز بس هسال سؤالين. اتفضل. انا كنت سالت الدكتور قبل كده هل ممكن اوصل يعني اخش درجه جهاد الشيطان قبل لما اكمل جهاد النفس، فهو قال لي لا. فأنا في سؤال تاني، أنا كان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بيقول لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية. فاللي أنا فهمته، ما أعرفش الموالين يصحح لي، يعني إن أنا مثلا ممكن حجاهد نفسي، يعني مش حاضر جهاد نفسي هياخد سنين وسنين. فأنا مثلا ساعات أنا وصلت إن أنا جهدت نفسي في القدرة على إني أحافظ على صلة الرحم، وإن مهما حصل دي حاجة أساسية، يعني خط ما أقدرش أخطي فيه، أغلط فيه في أي حاجة. أيوة. فساعات يعني بلاقي بيحصل لي مثلا إن ممكن ألاقي إن بيحصل موقف أبقى أنا متأكد إن السبب في هذا الشر وجود الشيطان. هل في الحالة دي طالما أنا جهدت نفسي في هذه النقطة، هل أستطيع أنتقل إلى جهاد الشيطان فيها بحيث أن أنا أحاول أصلح ذات البين قبل ما أن أنا أكمل جهاد نفسي للنهاية؟ ده أول سؤال.
السؤال الثاني بالنسبه للتفويض والتوكل، انا برضو كان في حته عاوز افهمها، هل يعني من باب الاخذ بالاسباب، هل ممكن اقول ان انا التفويض فيما لا قدره لي على التوكل فيه؟ يعني اسبابي لا تمكنني من اني اعمل حاجه في الامر دوت، ده في التفويض، فانا ساعتها انتقل للتفويض على طول. هل المفهوم ده سليم ولا لا؟ هنا اتوجه بالسؤال لفضيله مولانا. في اسئله تانية؟ لا تمام كده، شكرا، بشكرك استاذ محمد. سنعود مولانا، يعني نشرح الاجابه ام نكمل كلامنا عن الثقه؟ يعني واحنا بنتحدث عن الثقه يا مولانا، مفيش مشكله، اتفضل يا مولانا. يعني جهاد الشيطان وجهاد النفس، وحضرتك اعطيت له الترتيب اللازم. نعم، هو طبعا احنا ما قلناش ما جهدش الشيطان، لا، هو فقط بنقول ايه، ان دايما الاصل هي النفس، الاساس هي النفس، وقلنا ان كما قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا. والشيطان يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهو يرى اين توجد ثغرات النفس، اين هي نقاط الضعف في النفس، فيتخلل ويتسلل منها الى النفس. في النفس الثغره دي في الطمع، يتسلل من ثغره الطمع. الثغره ديت في النفس في الكبر، يتسلل من الكبر. في حب المال يتسلل منها، في حب الرئاسة منها، في العجب يتسلل من العجب، في طول وهكذا. فإذا منقول إيه، إن النفس هي دي اللي يجب إن احنا نكون إيه، متيقظين لجهاد النفس. هذا لا يمنع من جهاد الشيطان في ذات الوقت، لكن الأساس عشان تتمكن من الشيطان تسد عليه الثغرات بتاعت النفس، يبقى تبدأ بالنفس، تقفل له الباب عشان ما تسللش. ما هو بيدخل لك منين؟ هو له حيل كثيرة، لكن من أين يدخل؟ من النفس. إذا تغلق عليه البوابات اللي ممكن يدخل ويتسلل منها من النفس. لكن طبعا الشيطان عدو الإنسان وخطير، وبيلف، يفضل يلف حوالين النفس لحد ما يتسلل، فلازم تحكم غلق الباب على الشيطان. فلا يمنع إذن من أنك تجاهد في ذات الوقت، بس خلي اهتمامك بالإيه؟ بالنفس في المقام الأول. ولأن الإمام البصيري كان من أهل الحقيقة، نعم، قال يعني وخالف النفس والشيطان وعصهما، نعم، وإنهما ما حضاك النصحة فاتهم ولا تطع منهم خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. نعم، فاصل، نعم، ونعود. نعم، كيف يحقق الإنسان الثقة بالله؟ الثقة بالله أهم حاجة، الإيمان والتوكل على الله مش على الغير. الثقة بالله واجبة في كل وقت وكل حين، يتعامل مع الناس بأسلوب كويس، بيرضى بالقضاء، يعني أنا راضي بأي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقدرها ليا. الثقة دي هي تعتبر الإيمان بالله، كنا بكون بيصلي وعارف العبادة وبتقي الله في نفسه وتقي الله في بيته. لماذا يضل البعض عن الثقة بالله؟ يعني في ناس بيبقى إيمانها ضعيف، ده أول السبب الأساسي هو ضعف الإيمان، بيبعد عن الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون تارك صلاة، ممكن يكون مش معتدل، تخلف ديني، الشيطان بيلعب بيه، وأكلهم مش حلال، يبقى ربنا سبحانه مش هيبارك لهم. لازم الواحد يكون مقتنع بقضاء ربنا. هل ترى أن الثقة بالله تقتضي عدم الخوف من القادم أي مكان؟ الخوف من الله لازم يكون موجود، أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقدرها لنا لازم يبقى احنا ماشيين معاها، يعني مهما حصل ادم ربنا معاك ما تخافش منه. عشان يمشي على الطريق مستقيم لازم يكون عنده ثقه بالله، تعتمد اهم حاجه على ربنا، واثق في مالك الكون ومدبر الكون ورزقك وخلقك سبحانه وتعالى، ويعلم اللي في قلبك ويعلم انت شقي او سعيد سبحانه وتعالى.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين. فضيلة مولانا من خلال هذه اللقاءات يعني أجاب البعض عن الثقة. ويمكن البعض يمكن كثير منهم اتفق على كلمة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إزاي نعتمد على الله سبحانه وتعالى؟ اثنين معنى تاني إن أنا عارف إن ربنا هيرزقني، إن أنا شقي أو سعيد ربنا كاتب لي ده في علمه القديم. فلازم أرتاح. خليني أخذ اتصال تليفوني أستاذة منى من القاهرة ونعود. ألو أستاذة منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فندم تفضلي. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيب في الأول. وأنت بصحة وسلامة. تفضلي. أنا عايزة أسأل شيخنا، أنا بحب أذكر الله بأسمائه الحسنى. فبعض الزملاء عندنا فقالوا إن بعض اسألوا لي على بعض أسماء من أسماء الله غير موجودة في القرآن أو في الـ 99 اسم. أيوة. فكذا يوم كنت برددها كتير قبل النوم، فصحيت كذا مرة على اسم معين من أسماء الله الحسنى. فبقيت أذكر الله بالاسم دوت، ففتحت برضو كتب واشتريت كتب في الحاجات ديت، لقيت فيه كذا قول إن أنا أذكر الله. إيه هو الاسم يا فندم؟ إيه هو ايه هو الاسم اللي انتي صحيتي عليه او حسيتي انك بتقوليه؟ انا الاسم هو العزيز. 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 فانا يعني بسال شيخنا يعني ايه الطريقه الفضلة ان انا يعني هل وانا مثلا اقعد اكرر عزيز عزيز او العزيز العزيز او مثلا توكلت على على العزيز الرحيم، يعني ايه افضل طريقه ان انا اذكر الله باسمائه باحد اسمائه الحسنى؟ اشكرك شكرا جزيلا يا استاذه منى. مولانا ارجع للاستاذ محمد من القاهره واتكلم، بيقول هو اللي انا ما اقدرش يعني اخد من الاسباب واتوكل بيه على الله سبحانه وتعالى افوض امري فيه الى الله سبحانه وتعالى. هو ربما اراد العكس. يعني هو يعني بيقول لك يعني فيما لا قدره لي على التوكل فيه افوض. أيوة. فيه الامر لله. أيوة. لا، هو اصلا التفويض اعلى من التوكل. ده فيه، لان التفويض معناه ايه؟ التفويض هو الخروج من الحول والقوة، أن تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، أي تفنى إرادتك في إرادة الله. التوكل أنا بعتمد في أمري على الله سبحانه وتعالى، بوكل له الأمر، بعتمد عليه مع الطلب. لما أوصل إلى الدرجة أن أنا كمان ما شوفش اعتمادي ولا شيء وخلاص، ده أنا خرجت من حولي وقوتي خالص، وصلت للتفويض. فإذا التفويض أعلى، يبقى ربما يكون العكس. فيما لا قدرة لي على التفويض فيه، مش قادر يعني عشان أخرج من حول قوتي تماما، مش قادر، طبعا أقل أسلم له أو أتوكل عليه. أوكل له الأمر، أعتمد عليه فيه. الخروج من الحول ده أنا بسيبه كله كله، أنا أصلا خرجت، مش حتى بسيب، ده أنا ما عنديش قدرة أن أنا أسيب، ده أنا إرادتي مش موجودة، أنا أصلا خرجت من الموضوع، بقى الموضوع بتاعه أبرأ من حولي وقوتي إلى حوله وقوته. فإذا أنا مش موجود. فإذا لو مش قادر على دي، طب خلاص أترك له الأمر، وأنا واثق إن هو سبحانه وتعالى هيدبر لي أمري. فيمكن ربما هو ده اللي قصده السيد محمد. الأستاذة منى أشارت إلى موضوع مهم جدا، يعني مولانا بتقول يعني إحنا عارفين 99 اسم من أسماء الله الحسنى، البعض من زملائها بيقولوا لا ده في أسماء أخرى. أولا، ثانيا إنها صحت من النوم على اسم من أسماء الله الحسنى، اعتبرته قريب من قلبها، بدأت يعني تتوسل به، تقترب به. يعني فما هي الصيغة التي، وأشارت إلا أنه إلى اسمه العزيز، فكيف يعني تقترب بهذا الاسم؟ وبالطبع أسماء الله الحسنى المشهورة اللي هي 99 اسم، ومن أحصاها دخل الجنة كما ورد في الحديث. لكن أسماء الله يعني العلماء قالوا أنها تتعدد بما يوافق طلاقة القدرة سبحانه وتعالى. ممكن أسماء تتعدد على، يعني أنت بتيجي تقول ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدري، فالأسماء ربما لا تنتهي، لا نهاية لها. لكن هذا الذي علمناه ده من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ايوه، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت، هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ما استاثر به في علم الغيب عنده ولم يطالع لاحد. شفت؟ اذا الاسماء ممكن ان يكون اعدادها كما قال بعض العلماء
لا تنحصر. لكن ده اللي احنا عارفينه. وطبعا في غير 99 اسم العلماء، بعض العلماء ردد اكثر من 400 اسم، والبعض ردد كذا الى اخره. المهم ان تكون الاسماء بما يوافق جلال الله وجماله وكماله، وما يليق بتنزيه الحق سبحانه وتعالى. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك، يعني يوافق تنزيه الحق جل وعلا. طيب هي صحت على العزيز، هي تذكر حبت تقول يا عزيز يا عزيز، تقول العزيز العزيز او عزيز عزيز بما تشاء. بعض العلماء يقول والله ايه انا لما اقول العزيز احسن لما اقول يا عزيز. ليه؟ يقول لك يا عزيز انا عاوز حاجه، لكن العزيز من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي أو أفضل ما أعطي السائلين. فده مقام وده مقام. لكن البعض الآخر العكس، ده أنا وأنا بتذلل دايما، ده دي العبودية التامة يا عزيز. فعلى كل حال تستطيع أن تذكر بما شاءت العزيز أو يا عزيز أو عزيز عزيز، فكما تشاء، فكله طيب إن شاء الله. يعني مولانا يعني عايزين نرجع لي واحنا بنتكلم عن هذه الثقة اللي اتكلم عنها السادة اللي احنا قابلناهم في الشارع واحنا دايما مع الناس، لاني هو المسلم البسيط، هو المسلم النموذج الجميل لعنوان لإسلامه بفهمه البسيط جدا، مع اعتماده دايما على طلب السؤال عند العلماء او طلب الإجابة من العلماء. قالوا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ربنا عارف ويعلم في علمه القديم أني شقي وسعيد، شقي أو سعيد. فده مخليني أثق في الله. هل هذه المعاني هي التي تدور في هذا الفلك من معاني الثقة بالله؟ هي ما ظاهر الثقة، مش قال الشيخ إن هي الروح بالنسبة للبدن. الثقة دي هي الروح بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للتوكل هي روح، بالنسبة للتفويض هي روح، التوكل اعتماد على الله. لولا الثقة يبقى هي الروح بتاعت التوكل وروح التفويض وروح التسليم وروح الرضا وروح الصبر، كل ده روحه ايه؟ الثقة بالله تعالى. واحد قال ما هو ده عشان نقص الإيمان، اللي هو ما عندوش ثقة ده النقص الإيمان، ما عندوش إيمان، والإيمان علم. يبقى إذن الثقة هي علم، الإيمان علم، عالم اللي هو علم يقينا بأحكام الله، علم يقينا بقدرته. علم اليقين هذا جعله يثق في حكمه، إن ما يحدث إنما هو حكم الله والله غالب على أمره، وإن هذا الحكم لا يمكن أبدا أن يتغير. يبقى الإيه؟ لما يثق في هذا ويعلم علم يقين يقوم ينتقل المرحلة اللي بعدها. إذا علم ذلك يقينا يقوم يطمئن إن خلاص المكتوب هو مكتوب، ما قدر يكون، دع الهموم ما قدر يكون، فيرضى أو على الأقل يصبر. اعبد الله بالرضا، أيوة، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. هو كره ليه؟ ما هو الصبر أقل من الرضا، لأنه ما شافش اللي شافه الراضي، الثقة بتاعته أقل، ما شافش ما عينش، لأن الإنسان بيرى الأول، بيشهد، بيثق إزاي؟ بمقتضى علم اليقين يشهد، دي علم يقين، شهادة معينة لها درجة معينة، علم يقين. بعد كده عين اليقين بأنوار الصفات، علم اليقين بأنوار العلم، إيمان العلم أو علم الإيمان هنا جعله يثق في الله تعالى وفي مكتوب الله عز وجل وفي حكم الله، ده علم. يبقى دي أنوار العلم. بعد كده بأنوار صفات الله تعالى عاين مشاهدة الحقيقة، اسمه عين يقين. بعد كده بأنوار ذات الله تعالى يقوم يشوف إيه؟ الأزل، دي الحقيقة اليقين. فدي درجات في الثقة بالله تعالى، على قدر إيمانه كعلم يقوم يثق، كعين أعلى، ودي العين تبقى أنوار الصفات.
يبقى الثقة تزداد. الحقيقة أنوار الذات، ارتقاء في مقامات الثقة لحد ما يطال هذا فيثق. طب احنا بين حكمة وبين حقيقة. نعم. الحكمة الشريعة. نعم. والحقيقة هي التزكية والتربية والقدرة. والقدرة. نعم. في شعر حرير دايما ما بين اني اقول انا معتمد على نفسي. ثق بنفسك. نعم. You must be trust in yourself كما بيقولوا بره. وفي فرق بين انك لا ثق في ربك. نعم. يعني ازاي ما تبقى الشعر الحرير يعني يمتزج المعنى العظيم الرائع اني تنعكس ثقتي في الله ثقتي في نفسي. قالوا من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه. عرف ربه. هو ده المعنى المقصود. أن تعرف نفسك، أن تعرف نفسك بالفقر فتعرف ربك بالغنى. تعرف نفسك بالضعف فتعرف ربك بالقوة. أيوة. تعرف نفسك بالجهل تعرف ربك بالعلم. تعرف نفسك بالظلم فتعرف ربك بالعدل. على قدر تحققك بمعرفة نفسك على قدر معرفتك بربك. لذلك قال ابن عطاء الله رضي الله عنه إنما أراد منك أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. ففي الحقيقة ثقتك بنفسك لا تكون إلا من ثقتك بالله. أيوة. على قدر ثقتك بالله تكون ثقتك بنفسك. في الغرب هو بيثق في نفسه جدا، اللي هي الثقة المنعزلة عن الله تعالى. هنا ده اتخذ من نفسه إله، هو أصبح إله نفسه اللي هو هواه، يعني اللي هو إيه اتخذ إله، اتخذ هو إله هواه هو. فأصبح هو إله نفسه. ألبرت كامي فيلسوف فرنسي معروف اسمه فيلسوف العبثية، بيقول إيه؟ إن الإرهاب بدأ في الكون من اللحظة اللي قرر فيها الإنسان أن يتولى بنفسه إدارة الحياة، إدارة الكون. من اللحظة اللي قرر فيها الإنسان أن يتولى فيها إدارة الكون بمعزل عن الله فجعل من نفسه إلها. ومقتضى الألوهية أن تبقى كلمتك هي اللي ماشية. فلما تبقى كلمتك هي اللي ماشية فهتعدد الإنسان، تقوم تصطدم الكلمات، يدخل الإنسان في صراع. من هذه اللحظة قرر الإنسان أن يدخل في صراع فانتهى هذا الصراع بالإرهاب. فحقيقة المدنية الحديثة إن هي إرهاب. ولذلك لما تشوف السياسة العالمية بتقوم على أساس إيه؟ توازن الرعب. توازن الرعب. أيوة. يعني بتقول توازن المصالح، لا ده توازن القوة الرعب. إلى توازن الرعب. توازن الرعب. إيه توازن الرعب؟ إزاي؟ لأن ما هو انتهى الأمر إلى أن إيه؟ طالما ما فيش إله فإحنا هنحتكم لمين؟ فأنا أحتكم لهوايا الأنا وإنت تحتكم لأنت. طب مين الصح؟ إذن هينتهي الأمر اللي عنده قدرة أن يفرض كلمته يبقى هو ده الحق، يبقى هو ده القانون. فأصبح معيار الحق إيه؟ القوة مش العدل. عشان كده عندهم في الفلسفة كلمة تعبر عن سياسة الرعب دي، اللي هو إنك تفرض قدرتك بالقوة أو تفرض كلمتك بالقوة. قالوا إيه في الفلسفات بتاعتهم؟ داموكليس نيجامي دانسيمي كي سوليبي، كلمة تعبير معين في الفلسفة عندهم، إن داموكليس عمره ما رأس أحسن مما كان تحت وطأة السيف. سياسة الرعب النووي دي سيف مسلط على رقاب البشرية بالقوة، فكله يمشي بيرقص على وطأة أو تحت وطأة السيف كما يجب. فأصبح القانون اللي بيحكم الناس قانون القوة، قانون القدرة، قانون الرعب. ليه؟ لأنه مشكلته أنه وثق بنفسه هو وجعل من نفسه إله لنفسه. فلما بقى إله لنفسه انتهى به الأمر، بقى إيه؟ خوف، بقى رعب، بقى قلق.
فالعالم يعيش في صراعات. الحرب العالمية الأولى والتانية راح فيها حوالي ده اللي قدروا 60 مليون واحد، والأرض اتساوت ببعضها بسبب ثقة الإنسان بنفسه بمعزل عن الله. ما بنقولش ما ثقش بنفسه، ثقتك بنفسك على قدر ثقتك بالله. لا تنعزل بثقتك بس، وإلا اللي احنا بنعيشه في عالم اليوم، الدماء تسير في كل مكان، وأشلاء الجثث في كل مكان، والفوضى في كل مكان، والدمار في كل مكان، والخوف في كل مكان، ده لأن الإنسان وثق بنفسه بمعزل عن الله تعالى. وإذا كان ألبير كاميو تكلم عن العبثية، جاء واحد تاني سامويل بيكيت اللي أو يعني أسلمنا إلى ما يسمى العدمية في مسرحيات الشهرية في انتظار جوتو. نعم. الذي يأتي ولا يأتي لأنهم عزلوا. نعم. هذا الكائن عن خالقه. نعم. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. يمكن في هذه المقارنة المدهشة والمقارنة الملحة أني فضيت مولانا قارن بين النموذج الغربي اللي هو لازم كلنا نسعى الثقة بالله بين لازم نسعى الإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن. غير المؤمن الإنسان اللي خلى العلم بتاعه هو إلهه. نعم. الإنسان في حد ذاته هو الإله. نعم. ووثق في كل قدراته بمعزل عن الثقة بالله وعن الثقة بالخالق. نعم. أسلمه إلى ما رأينا الآن. مولانا خلينا نتعرف على العلاقة بين الثقة واليقين. نعم. ومن خلاله نتعرف أكثر على التسليم. نعم. وطبعا كل هذه المقامات هي مقامات اليقين، يعني اللي احنا بنتكلم فيها دي مقامات اليقين كلها. ولكن هم اختلفوا من الأئمة في منازل السائرين بين المقامات ديت ايه. بعضهم حصرها في زي ما قلت لسيادتك من قبل، بعضهم حصرها في ثلاث منازل، اللي خلاها 100 منزل، اللي جعلها 1000 منزل، اللي جعلها 3000 منزل، بحسب التجربة اللي هو صار فيها كل واحد. فكل دي مقامات يقين. ابن مولانا أبو طالب المكي جعل مقامات اليقين أظن 9 مقامات أو شيء من هذا القبيل. ابن عطاء الله أيضا تكلم في المقامات، يعني الحكم بتاعته عبارة عن منازل للسائرين وهكذا. فالتسليم أو الثقة أو التوكل أو التفويض أو المحاسبة أو الإنابة، ما كل دي مقامات في اليقين، درجات ومقامات من مقامات اليقين. واليقين كما قلنا علم وعين وحق، علم يقين وعين يقين وحق يقين، دي في حد ذاتها أيضا درجات في اليقين أو منازل في اليقين نفسه. علم اليقين ده منزل درجة، عين اليقين درجة، حق اليقين مقام. هتجد في كل مقام من المقامات التي ذكرناها هتجد في التفويض علم يقين وعين يقين وحق يقين، في التوكل هتجد عين علم يقين وعين يقين وحق يقين، التسليم. في التسليم، في الصبر، في التوبة، في كل المقامات هتجد فيها هذه الدرجات الثلاث. مولانا يمكن البعض يقول لك أنا ما دمت واثق أو ثقتي بالله يعني خلاص أنا واثق في اللي هيحصل، فأقعد في البيت وما أسعاش ويعني ويطلب من الناس وخلاص، يعني لا يسعى ولا يعمل ولا يجاهد، يجاهد أسباب الحياة. يعني هو لو واثق ما يقولش كده، لأن الثقة لو واثق ما يقولش كده، ما يقولش كده، ده ادعاء. ادعاء الثقة. لكن ده احنا لو تتذكر احنا نتكلم عن التوكل والتواكل. أيوة. الثقة انك بتشوف، اللي بيشوف الحقيقة بيصل الايه، احنا قلنا لما يشوف عين الحقيقة يقوم يصل الايه، الحكمة بالقدرة والغيب، مش ما هو شاف ده، هو شاف تجلي الأزل، وأن ما يجري في الخلائق ليس إلا صور ما في علم الله، مرادات الله في خلقه، مرادات الله في خلقه. فلما بيشوف دي يقوم يصل الايه، الحكمة بالقدرة، السبب بالمسبب،
الغيب، الشهادة بالغيب إلى آخره. فمن مقتضيات هذه الرؤية إن طالما وصل الاثنين ما يقدرش يفصل، فده فصل لأنه ما شافش. لو شاف ما يفصلش القدرة عن الحكمة، ما يفصلش السبب عن المسبب. ده هو على قدر علمه وعلى قدر يقينه على قدر وصله الغيب بالشهادة. وإحنا قلنا في التوكل والتواكل إن الراجل المتوكل بيأخذ بالأسباب، زي ما قال ابن عطاء الله: الأخذ بالأسباب وجودا والغيبة عنها شهودا. يعني إيه؟ يعني بياخد بالسبب من حيث الواقع، بياخد بالأسباب، وبعدين من حيث الغيب والقدرة فهو بيغيب عنها، عن الأسباب شهودا، وبيعتمد فيها على مسبب الأسباب، لأنه عارف أن السبب ده هو مطلوب شرعا. المسبب هو اللي قال لي أن أنا أخد بيه عشان أوصل لأن أؤمن أن هو اللي مسبب هذا. بدون ما أخد بالسبب ده السلم اللي حيوصلني للقدرة. مش ممكن أوصل للإيمان باللي عنده بدون ما أمشي على السلم اللي هو السبب اللي قال لي عليه. بدون هذا السبب أنا ما أمنتش ولا أخذت بالقدرة بتاعته. لذلك في سؤال كده ملح يا مولانا، يعني ما العلاقة بين الثقة وبين قبول النتيجة، قبول القضاء والقدر؟ احنا قلنا ايه في الثقة؟ ان تعلم يقينا علما وعينا وحقيقة انه لا يمكن ان يحدث في ملك الله غير ما اراد. طبعا طبعا كويس. سلمنا بذلك. ما يحدث في ملك الله احكام، اما احكام تكليفية او احكام تعريفية، احكام تكليف او احكام تعريف. اما احكام التكليف زي افعل او لا تفعل، اللي هي الاوامر والنواهي، فانا اذا علمت هذا يقينا فاسلم للحكم، اسلم لحكم الله تعالى واطيع احكامه فيما امرني به وانتهي عما نهاني به. دي احكام التكليف. احكام التعريف ايه؟ اللي هي احكام القدر، احكام القضاء، ينزل عليها قضاء من الله تعالى، اسلم الرضا بالقضاء والصبر على البلاء. والرضا بالبلاء اعلى. لكن لما علم الحق تعالى ان جزع الانسان لانه فيه البشريه، فالائمه قالوا لنا ايه؟ زي سيدنا علي بن ابي طالب قال: الرضا بالقضاء والصبر على البلاء. لكن في الحقيقه ايضا هو لو عاين الحقيقة هيرضى بالبلاء، لكن الصبر لأن مراعاة للضعف البشري اللي موجود في كل إنسان، لكن لو عاين الحقيقة هيرضى بالبلاء ومش هيحس بيه لما يشوف الحقيقة. البلاء ما بيبقالوش ألم، ده أحيانا يبقاله لذة. هو نسوة يوسف لما شافوا الجمال بتاعه عينوا الحقيقة طبعا، فإيه؟ فقطعنا أيديهن أيديهن. طب وده مش ألم؟ طبعا لا، ده لذة بالنسبة له، هو مش حاسس بيه، ده لذة بالنسبة له. وأكبرناه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، عكس الإيه؟ الأسباب تماما. فالمعاينة للحقيقة ما تخلوش يشعر بقى إيه بالألم، ده يبقى رضا كمان ويبقى لذة كمان يتلذذ به. كلام طبعا حتى ممكن دايما يقولوا أحيانا يتحول الإنسان من ألم الحب إلى حب الألم. نعم، يعني في نعم حالة أني نعم خلاص استعذب في سبيل محبوبه كل نعم شيء. نعم، فطبعا إيه يعني الـ 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 الإنسان يعني مش معنى أن هو الـ 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 الثقة دي أن هو هيعار، لا، هيبقى زي التوكل بالضبط. لا، لو هو شاف هيمشي في الأسباب كما أمره الله وحيرضى وحيتلذذ. فالأحكام إذا كانت تكليف هيبقى طاعته تامة، وإذا كانت تعريف يبقى هو ربنا تعرف عليه من هذا الباب.
أراد أن يتعرف عليه من هذا الباب، لأن الابتلاءات قد تكون سبب للمعرفة والقرب من الله تعالى. والابتلاء كما قلنا مش شرط دايما بيبقى ألم أو شر، ممكن يبقى خير، ده يبتليه بمال أو بمنصب، فبعد عن الله. وقد يكون سبب لقربه من الله أكثر المنصب أو المال أو غير ذلك، والعكس أيضا الابتلاء لو كان شدة أو مرض أو فقر أو غير ذلك قد يكون سببا لقربه من الله وقد سبب لبعده من الله تعالى. فدي اسمها أحكام التعريف، والأولى أحكام الإيه التكليف. أدي قضية الإيه القدر والثقة في قدر الله تعالى، إن كان حكما تكليفيا فتطيع، وإن كان حكما تعريفيا فتتعرف على الله تعالى. إذا فتح لك بابا للتعرف عليه فاعلم أنما هو الذي أراد أن يتعرف عليك. مولانا ننتقل من الثقة بالنفس إلى الثقة بالآخرين. أنا واثق أن فلان اللي هيعمل لي الموضوع ده، أنا واثق أني لو مشيت في السكة دي هيحصل. ثقة أحيانا بيغيب معها فكرة الخروج من الحول والقوة، إزاي أبرأ وأبرئ نفسي من حولي وقوتي في الحالة دي، في الثقة أن أنا رايح للفلان الفلاني عشان يقضي لي الخدمة دي، أو أمشي معاه عشان أصل لنتيجة معينة، فعشان ما أدخلش في دائرة أن أنا خلاص متشبس بيه فلو ما حصلش أنكسر وأتحسر. نعم، الاعتماد على الخلق بسبب نقص اعتمادك على الله تعالى. أيوة. يعني بسبب نقص إيماني بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية، على قدر نقص إيماني بالله تعالى، على قدر اعتمادي على غيره سواء كان الإنسان آخر أو على نفسي، النفس أقوى، فبالتالي نقص الإيمان، نقص العلم، نقص اليقين بالله تعالى، على قدر هذا النقص على قدر اعتمادي على الآخرين، على قدر كمال إيماني على قدر نقص اعتمادي على غير الله سواء كان أسباب أو ناس أو أنا أو غير ذلك. بس أيضا يا مولانا عشان تبقى الأمور واضحة لسادة المشاهدين ولكل المحبين ولكل السائرين، ده لا ينفي برضو أن احنا باخد بالأسباب، يعني باخد بسبب وأروح إذا كان أمر متعلق بشخص ما أروح للشخص ده يعني وأبرأ من أني واثق فيه. بس ده هو ده عين كما قلنا الأخذ بالأسباب هو عين التوكل. بس هي القضية إيه؟ هي بالله ولا من دون الله؟ آه. بس القضية أنا بعتمد على السيد حسن، اعتمادي عليه بالله تعالى ولا بعتمد عليه بمعزل عن الله تعالى؟ استغفر الله ونتوب إليه، حاشا لله. فهي قضية على قدر، يعني هي المشكلة حتى كمان اللي وقع فيها كثير من إخواننا اللي هم أصحاب الطيارات المتشددة اللي بيكفر خلق الله، يقول لك إزاي أنت بتطلب من فلان وده ميت؟ طيب يعني الحي نطلب منه؟ يبقى أنت بتعتمد على الحي. يعني هم أقولك في التوسل قضية، ما دي بتدخل في الثقة. يقول لك أنت هم عارفين أن التوسل وعند كل الأئمة وكل العلماء أن التوسل جائز. قالوا جائز بأسماء الله تعالى والتوسل بالعمل وكل شيء وبالإنسان الصالح جائز. بس مشكلته إيه؟ إن بس بلاش الميت ونتوسل بالحي بس. طب ليه؟ طب ما هو الحي إذن ده عشان مات خلاص، لكن ده بتعتمد عليه. طب المعنى واحد، ما المعنى واحد، المعنى بس واحد. القضية إنه بالله ولا بدون الله؟ لو بدون الله ما يبقى ده وليعوذ بالله كفر، لكن لو بالله فده سبب، بس ده سبب حسي وده سبب معنوي. هذه القضية. فضيلة مولانا الله، بارك الله لنا فيكم، ونلتقي دائما لنستأنف السير في هذا الطريق. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا منك، من الأمل إلا فيك، ومن التوكل إلا عليك، ومن التفويض إلا لك، ومن الاستغفار إلا منك. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.